اسي جيرار قضيه زينه وراه دزنا ان شاء الله وراه بنمشيو لروسيا قضيه راه مبرعه. خوتا نشكروا هاد السي العلوي حتى هو على هاد الاستضافه اللي استضفنا فيها والله يجعلها بالبركه والتيسير وحنا راه تنباركوا لسيدنا هاد الفوز هذا ان شاء الله وعاش الملك. مغربيه 100% وما كاينين ان شاء الله روسيا ان شاء الله عاد نمشيو تما ان شاء الله وعادي تكون مفاجاه ان شاء الله وهذا هو البلان. خويا العلوي على هذه المبادره هذه اللي جمعنا وخلانا الحمد لله فرحانين ولصين ودخل الفرحه علينا المنتخب حتى هو وكنتمنى ان شاء الله السعاده زي ما تكون عامه عندنا هنا وعاش الملك. ديالنا راه فريق كبير ونتيجه كبيره وزينه ومتوقعين هذا الفوز وتنشكروا جميع الحضور اللي جاوا نشطوا معنا في هذه الحفله وشكرا شوف تي في. الحمد لله طموحاتنا كبرات من هذه النتيجه الكبيره زاد فينا الثقه وزادنا بزاف وبان لنا المنتخب الوطني منتخب كيلعب متمركز مزيان دفاعيا وسط كل شيء مزيان الحمد لله ان شاء الله تومي فينال ولا غير الدور الثاني ان شاء الله في روسيا ان شاء الله شكرا. هذه هي الاجواء ديال مدينه مراكش بعد الفوز ديال المنتخب الوطني ان شاء الله وهادو هما الناس ديال مراكش. تحيه لشوفتي